السلام عليكم. كي تشوفوا معنا احنا تتوجدوا في طريق السيار، وعلى اليسار ديالنا يبان لكم القنوات اللي هي محطوطة تما، واللي هي دابا يعني قريب انها تاخذ البلاصة ديالها. هذاك هو الطريق السيار المائي، راه جاي بالموازات اون باراليل مع طريق السيار الطرقي. هذوك القنوات هما اللي غيبداو يجيبوا الماء من سد مداز حدا صفرو، غادي يدوز جنب لوتوروت، غادي يوصل للمكناس وغيزيد يكمل الطريق ديالو ان شاء الله تعالى. وما تداروا باش يربطوا الحواض المائيه، يعني باش نقولوا الحوض المائي تيكون مكون من عرام ديال لي باراج، كاع الحوض المائي اللي غيكون فيه المستوى ديال الماء قليل غادي يشوفوا الحوض المائي اللي فيه المستوى فيه عنده فائض ويتم الاستخدام ديالو. راه تيحفروا له، تيحفروا دوك القنوات وكي تيحفروا تيدفنوهم وكيتلاقاو وحده مع وحده تيتسوداو، تما مصوبين من ميتاليك، مادة معدنية. واد ويسلان، هما راه وصلو تقريبا حدا واد ويسلان، يعني راه قربو للمكناس، جايين من جهة إقليم صفرو ودايزين على على جهة فاس في اتجاه ديال المكناس، ومازال يزيدو يكملو. هذا مشروع كبير كتسهر عليه وزارة التجهيز والماء، المديرية الخاصة بالمنشآت الهيدروليكية. تبارك الله، المغنم دابا تلقى الحمد لله المراعي، اللهم لك الحمد مع هذا الشتوى اللي طاحت. فضل من الله عز وجل. وصلنا دابا حدا حاج قدور، هادشي اللي كتشوفوا على اليسار ديالنا هي المنطقه الصناعيه، كاينه الحاج قدور وحدها، كاينه ايضا هنايا كاين شركه الكابلاج بزاف، كاين واحد عدد الشركات. نتمنوا ان هاد المنطقه تزيد تعمر، او واحد الوزين يلا عاد تبنى، راه هو قدامنا ليه. كاين شركه ديال التلفيف امبالاج، وكاينه المنطقه الصناعيه اللي حداها هي دي سيدي سليمان ملكيفان، حتى هي راه فيها واحد العدد من الشركات. حنا نتمنوا ان المنطقه الصناعيه اغروبوليس ولا سيدي سليمان ملكيفان يزيدوا يعمروا بالشركات باش يوفروا فرص للشغل. لان المنطقه اقليم كناس محتاجهم بزاف، كل منطقه من المغرب المناطق الصناعية راه تيديروا واحد الدور كبير في توفير الفرص للشغل. غادي ندخلوا ان شاء الله تعالى مع المدخل الشرقي شرق مكناس. احنا اليوم 28 افريل، اخر يوم في المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب منظم في مكناس. سيمانة دازت تبارك الله، كانت فرصة كبيرة باش ان الناس يزوروا المدينة ويشوفوا المنتجات المغربية والمنتجات الدولية. نتمنوا ان المعرض في الدورات القادمة ديالو المنطقة تعرف يعني استثمارات اكبر، لا في المجال الفلاحي باش تخدم لنا الناس اللي تخدموا في الفلاحة وليد العاملة الفلاحية، ولا في المجال السياحي، وحتى في المجال الصناعي. باش نهضروا على المنطقة الصناعية اللي هضرنا عليها، راه نهضروا على يقدروا يكونوا شركات متخصصة في الصناعات الغذائية. وراه ان شاء الله تعالى غادي تنجز واحد المدرسة، مؤسسة مدرسة عليا، مدرسة وطنية عليا الصناعات الغذائية، غادي تكون تاهي في أغروبوليس إن شاء الله. نتمنى أنها تكون إضافة كبيرة
تكوين الاطر في هذا المجال هذا يتزامن معها استثمارات في المجال ديال الصناعات الغذائيه. حنا دابا غندخلوا دابا ان شاء الله تعالى لمدينه كناس عبر المدخل ديال شرق مكناس قادمين لها من مدينه فاس. الملتقيات الدولية راه مهمين بزاف لانهم تيخليو عشرات الالاف اللي ما قلناش مئات الالاف انهم يزوروا المدينة. خصنا غير تكون مواكبة ان شاء الله تعالى من طرف المستثمرين انهم يستثمروا شوية في الفنادق، يستثمروا في المنتجعات السياحية، في الاقامات الفندقية. دابا غادي هانتوما شوف تبارك الله هو دليل على ان المدينة عامرة واحد من المراكز السياحية تبارك الله. باركينغ ديالو عامر ما شاء الله. ها هي هذيك اللوحه ديال المعرض. مكناس ترحب بكم في المعرض وكنتمنى تعاود تشوفكم ان شاء الله تعالى في قادم الايام. الحمد لله. الطريق الوطنية رقم 13 اللي كتجيب من إفران والحاجب كتجيب من سميتو من الحاجب هي هذيك من الحاجب و بوفكران. هنا راه كانت هذه الطريق هذه راه كانت وزارة التجهيز كانت عودتها ودارت لها التشوير. هذه الأرض هذه كلها كانت تعودات من هنا حتى لبوفكران وعاوتاني في اتجاه ديال الحاجب. هنا هما الشركات اللي كاينين هنايا هما زينوا الجنب ديال الطريق. تمنوين ان شاء الله تعالى هذه الجماعه د مجات هذو تابعين لجماعه مجات انها ما تعاودش دير هذا الخطا هذا ديال تخليتها الاخر لحظه عاد تصوب الاناره. هذه الاناره اللي هنايا خصها كامله ان شاء الله تعالى تبدل باللاد. يعني ها هما دابا عندكم الوقت خدموا على الامورات اللي خصك تخدم عليها باش ما تقولوا لا تدركنا ولا ما تدركناش. هانتوما كتشوفوا الدنيا كيفاش عامره. اليوم راه هو الختام المعرض بعد اسبوع كان حافل. هادو تيجي جايين من ناسيونال. هادو جايين من ناسيونال. حنا دابا شارع بيران زران اللي هو في نفس الوقيته الطريق الوطني رقم 13. نتمنى ان شاء الله الدوره المقبله تكون اكثر نجاحا من هذه. هذه راه الدوره 16 ان شاء الله. تحيه رجال الامن. دور كبير في التأمين ديال المداخل والمخارج المدينة احنا مازال مكملين معكم. نكملي معكم الطريق عبر شارع بيران زهران. شوف دابا فاش تصوب هاد التشوير الطرقي الطريق بانوا المسارات اليمين واليسر بانت حتى بالنسبه
اللي جاي تيبان له ملي غادي يدوز. حنا بغينا غير هاد الممرات الراجلين يعاودوا يركبوا لهم دوك الاشارات ديال دوك التشوير العمودي، دوك البانويات اللي كانوا تهرسوا بسبب من الاسباب، خصهم يعاودوا يرجعوهم انهم تيبينوا البلاصه فين كاين ممر الراجلين باش حتى الراجلين تيدوزوا في بشكل امن. بحال هذه اللي غندوزو دابا حداها من البعيد كتبان بانها ممر الراجلين. الاعلام المغربيه شي حاجه زوينه. وصلنا لسيدي بوسكري، ما دابا غيبان لكم بزاف ديال السيارات مغادره، يعني كاع اللي زاروا المدينه في هذا النهار هذا ولا في هذه الايام هذه راه هما تيتجهوا دابا للمدن ديالهم على امل نشوفوهم ان شاء الله الدورات المقبله. المعرض راه فيه واحد الرواق ديال خاص بهاد المنتجات المجاليه، المنتجات ديال التعاونيات، راه تبارك الله راه وقع عليه النفاذ. شوية غندخلو إن شاء الله في شارع فريد الأنصاري اللي الحمد لله اللي الأشغال عادو دايرين البلطة، عندهم مخصهمش يدورو هاد الدورة هادي اللي راه فيها مخالفات، ولكن عندهم بلاكا من الدار البيضاء ربما بداو تيهزو لي بانو دوك لي باريير. دابا لي باريير راه عرفتي راه كاين دي باريير شتهم جايين من العرايج، وكاين اللي جايين من طنجة، وكاين اللي جايين من فاس، وكاين اللي جايين نفس الامر بالنسبة لرجال الامن، راه تيجيو من جميع المدن باش يكونوا محافل بحال هادو كبيرة. هانتوما كتشوفو معنا شارع فريد الانصاري، من بعد ما الحمد لله تصوبات الارض ديال الطريق ديالو تبارك الله ولا في حله جيده. خصنا غير هاد صراحه هاد مولين هاد المحلات هادو يحترموا المساحه اللي يخدموا فيها، ويديروا بيشان دوك ديال الشتاء والشمس تكون زوينه، يجددوا حتى هما الواجهات ديالهم، ما يخليوناش داك بين قوسين داك الخماج. واحد المنظر جميل، رجل الامن يجزيه بخير. تحيه لرجال الامن، تحيه لرجال الامن اللي تقوموا بالواجب ديالهم الانساني بجانب الاخلاقي. السيده مسكينه قطعوها الطريق. انتما كتشوفوا معنا يعني باش تكون السلاسه في الطريق، انت من داخل من لوتورو الطريق مزيانه، من داك الطريق اللي هضرنا عليها اللي زدنا منها قبيله شارع بير، كتحس براسك بانك مرتاح وانت غادي تتسوق. وحتى الزائر تيبان له بان المدينه كاين واحد من المدخل ديالها وهي مزيانه وغادا وكتجمل ان شاء الله تعالى، ومازال ان شاء الله دورات اخرى اللي يجيو يلقاو فيها الشوارع كاملين مكتملين باذن الله تعالى. هذه امور ما يمكن الا نفرحوا لها، ونزيدوا نطالبوا بالمزيد. هنا راه ان شاء الله تعالى باش غادي تكتمل راه غادي يديروا دوك الخط ديال اللي تيفرق ما بين الذهب والاياب. واخا راه كاين واحد العدد ديال الاخوان في التعليق تيقول لك حنا راه بالنسبه لواحد العدد ديال السكان ما تيصلحوا لهمش داك الشيء. انا متفق معكم، ولكن ماشي غير حيت الناس مولفين يقطعوا بطريقه عشوائيه اننا نديرو لهم داكشي اللي غيتماشى معاهم، خصهم هما يولفوا
خصهم هما يولفوا الطريقه الجديده ديال ديال في السير، وهما يتفاعلوا معها، يعني يولفوا من يقطعوا الطريق من البلاصه اللي خصها تقطع منها الطريق. ها هو هذا الرومبوان، هذا البارح كانوا خدامين فيه، اليوم راهم كملوه. هذا ديال كيطلع على الحي الجامعي. فكما قلنا خص الناس راه فاش كدير الانسان كدير له البلاكه ديال التشوير وكدير له ممر الراجلين باين، راه خص حتى الا ما هو ما بغاش يقطع منه خص حتى هو يتفرضوا عليه غرامات واخا راجل. حنا مع ان تكون واحد تكون واحد التحسيس، وان نوريوهم راه النار صار كدير هذا الدور. هذا راه دائما كيكون الجمعيات اللي كيحسوا انا ان هذا ممر الراجلين خصكم تدوزوا منه، ولكن راه خاص الناس التربيه تبدا من الدار، من الدار ومن المدرسه. هذا الرومبوان هو تبارك الله طلع ناضي. دونك الرومبوانات راه غاديين معاهم تبارك الله، اللهم بارك. هو دابا شارع فريد الانصاري في اخر ايام المعرض الدولي للفلاحه. هنا فاش غادي تصوب داك غادي يكون داك الخط المتصل في الوسط، غادي يديروا لهم دوك ان شاء الله دوك اللي تيعكسوا الضوء، والممر الراجلين يكون باين. خص الناس حتى هما يديروا واحد ليفور باش هما يتاقلموا مع الشكل الجديد للشارع، حيت هذاك الجزء اللي تحيد من الوسط ديال الطريق راه الدور ديالو ماشي فقط انه وسع الطريق، راه حتى فاش تدوز سياره الاسعاف مثلا ولا سياره الامن وعندها شي ميسيون مهمه خصها تدوز تقضيها، كتلقى هذاك المسار فين تدوز. لان لاحظنا بان واحد العدد السائقين فاش كيسمعوا لومبيلونس مازال ما ولفوش ديك الثقافه ديال انهم يزير الليمان ولا يخوي الطريق، تيبقى تالف. ها انتم كتشوفوا تبارك الله الشارع حتى من تحت ديك الامطار الحمد لله ديال الخير، ومازال ان شاء الله تهاطل يا ربي. حتى الا كان شي مشكل على مستوى التصريف ديال داك الماء الشتاء يبان. دابا راه كنتسناو غير نشوفوا خلاص هاد الشركه هذه اللي غادي تصوب تركب الضوء. دابا راه الارصفه تقريبا واحد النسبه كبيره فيهم تصوبات، يعني دابا الشركه راه غادي تجي غتلقى الدنيا نقيه، خصها تركب البوطو ديالها وصلت عند ان شاء الله يا ربي. خصنا نتعلموا اننا نفرحوا لاي حاجه تنجزات، ونكونوا شي شويه يعني بوزيتيف. ها هو الشارع، ها هو صبرنا عليه واحد المده، ها هو تصوب، ها هو الحمد لله ولا عباره عن مكسب، ما بقاش كما كان في الوضعيه القديمه ديالو. هنايا راه غادي يصوب واحد غالبا واحد القادوس ديال ماد الشتا، لان كانت تما تيكون فيها تجمع المياه الامطار. هنا في واحد الوقيته كانوا هنايا تيوقعوا فيضانات، اللهم لك الحمد، ها هو الحل ديالهم تدار، يعني تصوبات قناه اضافيه ما عمرها كانت من اجل حمايه الشارع من اخطر الفيضانات. فاش تكون شي حاجه ايجابيه حتى حنا نشجعوا ونهضروا عليها بايجابيه، ونطالبوا المسؤول انه يكونوا اوراش اخرى، وهذا الشيء اللي حنا بغينا. بغينا ان شاء الله تعالى، بما ان هذا الشارع هذا تقريبا قارب على يعني الانتهاء، هنا فين دايزا في الجنب ديال الطريق هذه، هنا في الجنب ديال التروطوار دايزا قناه ديال المياه الامطار. راه في واحد الوقيته كان فاش تطيح الشتا هنا كتوقع فيضان، بامكانكم ترجعوا للفيديوهات في يوتيوب وداك الشيء. ها هو الحمد لله ما بقاش المشكل. ها انتم شو هاد مولا الطوموبيله الكحله شنو دار، كان غادي يدير كارثه. دابا لا هو عنده الحق يدور من تما، ولا الطاكسي كان عنده الحق يدور عاوتاني على اليسار. راه مسؤوليه مشتركه بيناتهم بجوج. اما الحمد لله ما بقاش داك المشكل بتاتا، الطريق كتبان لكم كلها في هذا الفيديو. هذا هنايا راه هما التروطوار حدا هذه المقاطعه هذه راه هما خدموه. هنايا الجهه اللي سرقات قربت تكمل حتى هي، ها هو هذا التروطوار اللي هنايا. احنا درنا معكم زياره في شارع فريد الانصاري من الاول حتى الاخر، وحنا جايين من لوتورود. شفتوا معنا بان الانسيابيه الحمد لله ديال الطريق
اللي كاينه وايجابيه راه غنذكروها وغادي سنشيد بها كما العاده ديالنا، والحاجه اللي فيها ملاحظه تقنيه غادي نقولوها زعما بكل صدق وبكل حيات. اذا تبارك الله عليكم، تحياتي لكم من البدو ولا من الملتقى ديال الشارع فارد الانصاري مع الشارع محمد السادس اللي كنتسناو المشروع ديالو في القريب العاجل يا ربي. تبارك الله عليكم، السلام عليكم والى اللقاء في فيديو اخر.